اهلا ومرحبا بكم متتبعي الكرام في وصفه جديده من وصفات مطبخ لاسيره. وصفتنا لليوم هي تحليه، بما انه رمضان على الابواب اذا راح نقوموا بتحليه اللي قادرين يعني ديروها في سهرات رمضان. راح تكون متكونه من طبقتين، طبقه بالشوكولا وطبقه بالفانيليا. اذا لتحضير هذه التحليه نحتاج الى المقادير التاليه: حبه بيض، 65 غرام سكر عادي او ما يعادل كما راكم تشوفوا ثلث كاس كما هكذا، 165 مليلتر حليب او ما يعادل ثلث ارباع كاس كما هكذا، 30 غرام مايزينا ما يعادل ثاني كما هكذا يعني ثلث كاس، اللي يبغوا كان يعني اللي ما يحبوش الغرام، اللي يبغوا يعبروا بالكاس ما يعادل ثلث كاس كيما هكذا. وراني دايره دو باكي تاع فانيليا اللي فيهم 7 غرام، يعني 7 في 7 14 غرام، او دو باكي تاع فانيليا، وشويه ملح، 450 مليلتر حليب يعني قريب نص لتر. اذا هذه لطبقه الفانيليا، ولطبقه الشوكولاته يعني تقريبا نفس المقادير، لزيادة عليها فقط الكاكاو، 40 غرام كاكاو وما يعادل كما راكم تشوفوا ربع هذا الكاس، ونفس المقادير الاخرين: 450 مليلتر حليب، 165 مليلتر حليب واحد اخر، انا هنا عندي 100 غرام سكر. طبقة الكاكاو نحتاج سكر شوية زيادة لأن الكاكاو شوية مر، إذا راح نديرو 100 غرام كما راكم تشوفوا تقريبا نصف كاس، 30 غرام مايزينا، حبة بيض، وهنا تاني زيادة عليها مغرف صغيرة قهوة. إذا بسم الله نبدأ بطريقة التحضير. مايزينا والسكر والفانيليا، نديرو شوية تاع ملح، نديرو غير شوية يعني ما بين اصبعتنا، والبقية راح نخلوها للطبقة الثانية، ونحركو هادو مع بعض هكذا. اذا في الصحن الثاني راح نديرو حبة تاع البيض، ونضيفو لها الحليب، ونخلطو هادو الاثنين مع بعض هكذا. راح نجيبو اللي كنا خلطناه من قبل هذوك النواشف، ونبداو نفرغوه على هذا الخليط ونحركو مليح حتى نحسو يعني السكر دابلنا مليح هكذا. خلاص نوضعو الكاسرول فوق النار، نار متوسطة، ونفرغو الحليب تاعنا، ونخلوه يغلى لنا، كي يبدا يغلى طفو عليه ونوخروه من على النار. اذا هكذا راه غلى لنا الحليب تاعنا، هكذا نطفو عليه، نحركه شوية، هكذا. إذا نقعد نخلط فيه ونفرغ الخليط تاعي اللي كنت مقبل درته، نفرغه عليه ونقعد نخلط هكذا. نعاود نشعل عليه النار
يتخلط يعني تقريبا لمدة 3 دقائق حتى نشوفه يعني تقالنا غاية. إذن هكذا كما راكم تشوفوا راه تقالنا الخليط تاعنا، تقعدوا يعني غير تحركوا فيه غير بشوية فوق نار هادية. خلاص كي تشوفوا يتقال لكم هكذا طفوا عليه النار. الآن راح نديروا طبقة ثانية المايزينا تاعنا، نضيفوا لها السكر ملح غير ما بين يعني اصبعتنا، وهنايا الزياده عليها الكاكاو، ونخلطوا هادو مع بعض. هكذا خلاص ديروا حبه تاع البيض تاعنا ونفرغوا فيها الحليب ونخلطوا هادو اثنين مع بعض. كما شفتوا خطواتها يعني سهله غير هي وتتكرر، ماشي حاجه صعيبه. هكذا نفروا الخليطين مع بعض، نفروا هذاك الحليب والبيض على الخليط الاول هكذا ونحركوهم. هكذا نضيفوا مغرف تاع القهوه، مغرف صغيره تاع قهوه، هذا يعني شيء اختياري، انا نبغي الكو تاع القهوه مع الشوكولا يجي شباب، اذا ما تبغوش يعني قادرين تتخلاو عليه. كما درنا المره الاولى نديروا الحليب فوق نار متوسطه ونخلوه يغلى لنا. اذا هكذا راه غلى لنا الحليب، نطفو عليه نحركو يعني غير شويه هكذا. بعد ما نطفو عليه هكذا خلاص، ونفرغوا عليه الخليط ونحركو هكذا، نخلطو شويه خلاص. عاود نشعل عليها النار، نار هادية طبعا، ونقعدو نخلطو حتى يتقالنا الخليط مليح. كما راكم تشوفو راه تقالنا الخليط تاعنا هكذا خلاص. الآن نطفو عليه النار، نجيبو الكيسان تاعنا، أي كيسان نقدرو نديرو فيهم، كيسان اللي عندكم يعني اللي متوفرين في البيت يعني تقدرو تخدمو بيهم. إذا الخليط تاعنا نخلوه شوية يعني غير يبرد لنا شوية، نعمرو في الكيسان تاعنا بالمغرف هكذا. راح ندير هكذا الطبقة الأولى تاع الشوكولاتة، ونعمر من الفوق الطبقة تاع الفانيليا، نحطها فوقها هكذا هكذا، ونعكس في الكاس الثاني. راح نفرغ الفانيليا هي الاولى، هكذا ونفرغ فوقها
مقالين الشوكولا، هكذا. اذا كنعمروا الكيسان تاعنا كامل هكذا. الان راح نديروا لهم فيلم اليمونتير، نغلفوهم هكذا من الفوق بالغطاء بلاستيكي الشفاف هكذا، وندركوا عليه غير شويه هكذا هكذا وهكذا. نغلف في الكاس تاعي وندرك غير شويه هكذا على الخليط تاعي هكذا، ونغلفوا الكيسان تاعنا كامل. اذا هذه هي التحليه تاعنا، راهي وجدت تحليه طبقتين الشوكولاته والفاني كما راكم تشوفوا. شكلا تجي شابه بزاف، والمذاق كذلك تجي بنينه بزاف ولذيذه جدا. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم، وتجربوها لسهراتكم في رمضان اللي راه على الابواب. نقول لكم الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.